ماما أي أكلة بتحبيها أكتر أكلة؟ بحب اللازانيا. شو رأيك أعمل لك لازانيا اليوم؟ وأنا بحبها. أول شيء قلبت البصل والثوم والجزر واللحم المفروم، هاي اللازانيا على الطريقة الإيطالية بالضبط. بعدين بحط ملح وفلفل أسود وبابريكا وريحان وأوريغانو، وبحط صلصة طماطم فريش وبحركهم مع بعض. وهلأ للصوص الأبيض بحط زبدة وبحط طحين وبحركهم ليصيروا عجين. بعدين بحط الحليب وليصيروا بشاميل، بحط الماجي وما رح أحط عليها ملح لأنه الماجي مالح. وانت يا علي شو اطيب اكله بتحبها؟ الفلافل. خلص اوكي ببقى اعمل لك فلافل. وهلا بحط طبقات اللازانيا الفريش مع اللحمه وصلصه الطماطم والبشاميل، وبعيد نفس الخطوات، لازانيا فريش ولحمه وصلصه وبشاميل. وبعد ما تخلصوا كل الطبقات، انا تقريبا اجوا معي 6 طبقات، بتحط الموتزاريلا تشيز وبهيك بتكون جاهزه. وهلا رح اغرف صحن لعلي. شو رايك يا علي؟ يومي اشكى من الفلافل.